السؤال الأول يقول: هل الأفضل أن تصلى سنة الفجر في البيت أو في المسجد؟ إذا صليتها في البيت ودخلت المسجد قبل الإقامة، هل لي أن أصلي تحية المسجد؟ الجواب نعم، إذا صليتها في البيت ثم جئت إلى المسجد قبل الإقامة تصلي ركعتين تحية المسجد. الإمام الأفضل في حق الإمام أن يصليها في البيت، وأما غير الإمام من أجل أن يلحق الصف الأول قبل أن يسبق إليه يصليها في المسجد، إلا إذا كان سيجمع بيته قريب، سيجمع بين السنة في البيت والصف الأول. أيضا إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام